القاسم يفتخر برئيسه السيد عبد الفتاح السيسي، يفتخر بقناة السويس اللي هي تعتبر تحدي للعالم كله، وكل العالم إن شاء الله هيجي ويحتفل بقناة السويس اللي المصريين عملوها. وأنا سعيدة جدا بقناة السويس لأنه مشروع تنموي، مشروع كبير، وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قال احنا عايزين نشتغل بسرعة لأن احنا ما عندناش وقت، احنا عايزين نتقدم إن شاء الله بسرعة.